أول راجمة صواريخ ثنائية العيار، نظام إطلاق الصواريخ المتعدد. في تطورات دفاعية عالمية، نشرت وسائل إعلام الصور الأولية لنظام إطلاق الصواريخ المتعدد ثنائي العيار MLRS المسمى فوزروس دينيه. ظهور هذه الصور من راجمة الصواريخ المتعددة MLRS يعتبر لحظة هامة للجيش الروسي. ووفقا لبعض المصادر، ستعمل هذه المنظومة بصواريخ عيار 220 ملم من مختلف الأنظمة الروسية، بما في ذلك صواريخ TOS-1 وBM-27 وTOS-2 وA-1. الصواريخ المستخدمة من قبل BM-27 أوراغان مجهزة بشكل أساسي برؤوس حربية شديدة الانفجار HE. يتم تحميل كل صاروخ عيار 220 ملم في أنابيب الإطلاق الإسطوانية للنظام التي توجهها نحو الهدف، مدفوعة بمحرك صاروخي صلب. تتبع هذه الصواريخ مسارا باليستيا، أي يتم إطلاقها في الهواء ثم تسقط باتجاه هدفها تحت قوة الجاذبية. يستخدم نظام TOS-1 بورانتينو الروسي نوعا معينا من الصواريخ يعرف باسم صاروخ 3M55 عيار 220 ملم، وجرى تصميم هذا الصاروخ للحرب الحرارية، ويحمل رأسا حربيا حراريا. وينتج مثل هذا السلاح عادة ذات مدة أطول بكثير من المتفجرات المكثفة التقليدية. مبدأ تشغيل هذه الصواريخ فريد من نوعه تماما، فعند التفجير تقوم موجة الانفجار الأولية بتشتيت سحابة من الوقود الدافع للهواء الجوي المحيط بالهدف، ثم يتم إشعال هذه السحابة بواسطة شحنة ثانوية، مما يؤدي إلى إنشاء كرة نارية ضخمة تحرق مساحة كبيرة. وتتبع الكرة النارية موجة انفجار ذات مدة أطول بكثير من تلك التي تنتجها مادة متفجرة تقليدية.